حكي سوري حكي سوري. مرحبا، انتم بحلقة جديدة من برنامج حكي سوري. هذا البرنامج بتسمعه من إذاعة روزانا السورية. اليوم لقائنا من فرنسا. حكي سوري برنامج بتسمعه كل سبت الساعة 1 الظهر بتوقيت دمشق. فيكن تسمعونا عبر موقعنا روزانا.fm، عبر الFM على 98.5 بعنتاب وجنوب تركيا وشمال سوريا، صفحتنا على الفيسبوك، وتطبيقاتنا على أبل وأندرويد. ضيفي لليوم هو فريق له قصة بتبلش من طالب جامعي استشهد بالشهر السادس بال 2012 بمحافظة اللاذقية. كان هذا الشاب بيعيش بسعودية وعاد مع بداية الثورة إلى سوريا لوحده، وبدأ بتنظيم حملات إغاثية للمناطق المحاصرة. كان عنده الخيار هذا الشاب إنه يترك ويرجع لسعودية من محل ما إجا ليتجنب الخطر، لكن فضل البقاء والتطوع من أجل السوريين. هذا الشاب هو ملهم الطريفي، واللي نشأ عنه فريق ملهم التطوعي. ضيفي لليوم مدير فريق ملهم التطوعي عاطف نانوع. أهلا وسهلا فيك على هوا روزانا. أهلا فيك يا لينا، الله يبارك فيك يا رب. تحية إليك ولكل المستمعين. حكي سوري حكي سوري. أول شيء عاطف، بحب أسألك من هو فريق ملهم التطوعي وليش هيك اسمه؟ فريق ملهم هو عبارة عن منظمة حالياً. بالبداية تشكل كفريق تطوعي، كنا طلاب جامعات حوالي 10 شباب بالأردن مندرس كلية الهندسة المعمارية. 2012 كان في موجة لجوء كبيرة على الأردن، فبالتالي احنا شكلنا الفريق كمان نساعد الاطفال بدايه، وعملنا صفحه على الفيسبوك وعلى تويتر ما كان في انستغرام لسه. ومن خلال الصفحه صرنا نعرض اعمالنا وكيف احنا نفرح الاطفال، فصارت الناس تتبرع وكبر الفريق، تحول لشيء اغاثي يعني نساعد العائلات المحتاجه كل حاله بحاله، انه نشرع الصفحه ونجمع تبرعات فرديه. وحاليا فريق ملهم يعني مرخص باكثر من دوله بالعالم، منهم تركيا، المانيا، الاردن، كندا والسويد. تركيا المقر الرئيسي اللي منه تنطلق عمليات الداخل السوري للشمال السوري تحديدا. بيشتغل الفريق بعدد اقسام، من قسم الحالات الطبيه والحالات الانسانيه، وقسم الايتام، قسم الحملات والطوارئ، بالاضافه لقسم المأوى اللي هو تاسس ب 2020 من خلاله هلا عم نسكن عدد منيح من العائلات بالبيوت او الوحدات السكنيه بدل الخيام. ليش اسمه فريق ملهم تطوعي؟ بالنسبه للتسميه، ب 2012 تحديدا ب 10/6/2012 استشهد صديقي ملهم طريفي، هو من مواليد جبلة، استشهد بريف اللاذقية تحديدا بقريه او بلده سلمى. فبعد بأربع شهور وأثناء التفكير بإنشاء فريق تطوعي، طرحت على رفقاتي الجدد، أنا كنت لسه لاجئ بالأردن جديد فما حدا بيعرف ملهم كان غيري، طرحت عليهم إنه لو نلبس تيشيرتات مكتوب عليها اسم ملهم، اللي هو يعني كان من أوائل الشباب اللي مدينتي طلعوا ضد النظام، وطلع بي يعني من بداية المظاهرات السلمية بعدين للوقت اللي صار وقت يتحشى النظام على القرى والبلدات، هو هرب على ريف اللاذقية وقاوم النظام بالفعل، وكان طالب جامعي هو يعني، وشاب مثقف جدا، ويعني من أوائل الناس اللي طلعوا بمدينتنا واللي كانت تحفز الشباب على الخروج. كان وضعه المادي جدا جدا جيد، وكان فيه يطلع عند أهله على السعودية، بس هو أصر البقاء حوالين جبلة يعني لما انطلب وانكمش بعدين طلع، فاستشهد بريف اللاذقية. فأنا طرحت الفكرة وحكيت لهم عنه، هن نوافقوا. سبحان الله ما كنا متوقعين انه الفريق يكبر لهالدرجه، بس الحمد لله رب العالمين، يعني كونه كانت نيتنا صافيه وكنا يعني بوقتها بدنا نعمل اي شيء كطلاب جامعات، وصلنا لهذه المرحله. وحاليا الفريق يعني كبر وصار بضم بدل 10 اشخاص تقريبا 300 شخص، منهم متطوعين ومنهم موظفين. طيب عاطف، ماذا يعني التطوع؟ يعني انا هلا اذا قلت لك عرف التطوع شو بتقول؟ لأنه أنتوا اسمكم فريق ملهم التطوع، ماذا يعني التطوع؟ هلا بالنسبة لنا لما بلش الفريق كان اسمه فريق ملهم التطوع 2015، ما كان في أي بدلات تطوع أو يعني حتى بدلات تطوع اللي هي
بتبقي على خاصيتها طبعا ما كانت موجوده، كنا طلاب ويعني عايشين مصروف اهلنا. التطوع هو بالنسبه لنا انه نحن نبذل جهد او يعني نفرغ جزء من يومنا كوقت لمساعده الناس المحتاجين، او لحتى يعني تماما لحتى نساعد ناس محتاجين. ووقت نحن كنا مخصصين يعني لحد الان للاجئين السوريين والنازحين. بوقتها يعني كنا وقت عم ندرس انتقلنا من مرحله التطوع لمرحله انه نحن لازم نصير ننتقل للعمل المؤسساتي، وخاصه بعد ما كان في زياده بحجم التبرعات والكوارث والمدن المحاصره 2014 و2015. فهون نحن صار فينا عليه بالنسبه للتطوع. بالنسبه انه لا في ناس نحن متطوعين معنا، والاغلبيه بفريق المتطوع انه متطوعين بشكل كامل، اما بيشتغلوا شغلات ثانيه او تفضلي. لا كفي جملتك، مو مشكله، تفضل. اما يعني اما كطلاب جامعات او اشخاص بيشتغلوا شغلات ثانيه، فهو انه بذل جهد من دون مقابل بشكل كامل يعني. نعم. هذا هو يعني التعريف البسيط. يعني هو العمل دون أي مردود أبداً وليس تماماً. كفاف عيش. يعني في ناس بيقولوا لك لا أخي أنا متطوع بس أنا بدي عيش، يعني عم باخد كفاف عيشي. فهل هو التطوع يعني العمل من دون أي مردود، أم هو فيني أقول عن حدا عم بيعيش مع كفاف العيش تبعه أقول عنه متطوع؟ هلا هو مفهوم واسع، بس بالنسبه لنا نحن كفريق ملهم او حسب مفهومي انا الشخصي، نعم، انه التطوع هو يعني بيشمل قسمين. القسم الاول انه الشخص يتطوع بدون اي مقابل، اي مقابل، نعم، او انه يتطوع مقابل بدل تطوع. كيف يكون بدل تطوع؟ انا نفرض انا مهندس مثلا، ممكن اتقاضى اجر كبير يعني باي شركه ممكن اشتغل فيها او بحسب مجالي. روح أنا لا أقول أن أنا بساعد الناس، برضى بإني أشتغل بنصف الأجر أو بربع الأجر مقابل أني ساعد الناس يعني بهذا المجال، أشتغل بالإغاثة أو ما شابه. نعم. هلأ بالنسبة لي أنا اثنين عندي هون نفس الشيء صراحة، لأنه عندنا نموذجين واثنين بيبذلوا جهد. ترى يعني ما ندخلنا موضوع التطوع في أشخاص، يعني التطوع هو لما الواحد بيعطي شيء ولا بيقدم شيء بدون مقابل، ترى بيكون الشيء اللي عم يقدمه أو الخدمة اللي عم يقدمها أثره أو يعني الجودة تبعها أكبر بكثير مرات من لما يكون موظف. وعندنا أشخاص كانوا سنتين ثلاثة متطوعين وبعدين يعني لما تخرجوا مثلاً ولا لما صار لازم يتفرغوا بشكل كامل للفريق تحولوا إلى موظفين، فبتشوف الأثر تبعهم بالفعل لما يكونوا متطوعين أكبر مننا من الكل يعني. لأنه لما يصير للشيء له ثمن بحس الشخص كأنه مجبور يعمله يعني، فما بيكون طاقة مثل لما يكون متطوع بيعمله لأنه هو سواء لأجر يعني ديني أو أو لشيء معنوي هو بحسه يعني. واو، هي على فكرة يعني مفاجأة إنه قلت لي إنه اللي بيكون عم يشتغل متطوع بيعمل جودة أعلى من لما بيصير موظف، يعني بياخد لأنه هو ماله، لأنه هو أجره بالنسبة له لما يتمن تعبه يعني. هو بالفعل لما يكون متطوع ما بياخد أجر، هو يكون تطوعه ما له ثمن يعني غير محدود. نعم. فمرتبط بشكل مباشر مع رد فعل العيلة لما نساعده ولا الحالة الطبية لما نأمن لها فاتورة المشفى. هذا هو يعني الأجر تبعه سعادة. تمام. نعم. نعم. لما يكون رايح عند الحالة كرمال يساعده حتى ياخد راتب، فهون بصار فيه مثل تحجيم للموضوع. هلا انا ما عم بحكي على الكل، انا عم بحكي على تجارب. في كثير ناس لا بالفعل تفرغت للفريق وبتشتغل بنفس الاثر وبنفس الجهد ومضاعف، بس انا بعرف اشخاص يعني اشتغلوا معنا 16 17 ساعه كان من دون اي اجر تماما يعني. هل كان عاطف بيشتغل شغله بحبها؟ هل كان عاطف نعنو يفكر انه يتطوع لولا الاوضاع السوريه؟ أنا ما بعرف كلمة تطوع أصلاً قبل الأوضاع السورية. كنا مغيبين بشكل كامل عن الموضوع. نعم. أنا بعرف عمل الخير هو عبارة عن سجادة محطوطة قدام الجامع تماماً، ما عم بالغ. نعم. ماسكين اثنين بنحط فيها 500 مشي 450، هي الغني يعني. أنا ما كنت أتبرع طبعاً لأنه كنت صغير يعني، بس كنت تعجبني هالحركة يعني. إنه الواحد بيفرط يعني بيتبرع بجزء أو بيحط مثلاً 5 ولا 10 ولا أبوه بيقول له مساك تبرع. هذا الموضوع عنا كان تماماً هيك. ما بعرف شو يعني تطوع، ما بعرف شو معناته عمل خير. نعرف جمعية البر والخدمات الاجتماعية بتوقف قدام الجامعة بتجمع تبرعات بالصندوق أو بالسجادة فقط لا غير. أي.
تمام. طيب عاطف، هنروح شوي على موضوع حساس. يعني المنظمات الإغاثية تهاجم أكثر من منظمات أخرى، بنطعم بمصداقيتها، بشفافيتها المالية. شو الأشياء أو الخطوات يلي بيعملها فريق ملهم التطوعي لكسب الثقة من المتبرعين اللي بيعطوكم تبرعات؟ هلا هذا يمكن اضخم موضوع ممكن يكون شاغل تفكيري من لما تاسس فريق ملهم تطوعي، ومن المواضيع اللي بحس انا انه من حق الناس تسال ومن حق الناس تستفسر بشكل دائم، وخاصه انه مثل ما حكينا كثقافه، مثل ما انا حكيت عن حالي، هي كانت ثقافه مجتمع بالنسبه للتطوع، بالنسبه لعمل الخير، بالنسبه للمنظمات الرئاسيه بشكل عام او منظمات المجتمع المدني. للاسف بسبب هاي القصة وبسبب يعني تغييبنا عن هذا الدور اللي كان لازم يكون لمنظمات المجتمع المدني واختصاره بالشبيبة وما بعرف شو يعني، أو حتى بجمعية البر والخدمات الاجتماعية وغيرها، الله يجزيهم الخير طبعا ما بحكي عنهم، بس عم بقول إنه ما كان في غيرهم يعني، فكان عدد قليل. فهذا الشيء بيواجه الصعوبة إن إحنا عم نبني مجتمع مدني راح يتقبله الناس مع الأيام، ويكون هو رديف للمؤسسات الحكومية اللي موجودة بالمستقبل ما هلأ، بس نعم. نحن اكلنا الضربه الكبرى يعني كوننا نحن عم نبني، فهذا اصعب شيء بكل منظمات المجتمع المدني ما بس على الاغاثيه يعني. فبالتالي لما بلشنا اول شيء عملناه هو ملف شفافيه، انه نحن يا جماعه اول اتهام تتهمونا اياه انتم عم يوصلكم ملايين، اوكي نحن حطينا كل شيء بيوصلنا بملف واضح على موقع الفريق، اي شخص يتبرع بدولار ولا 100,000 دولار بيظهر كتبرع، له سند تبرع موجود، وموجود اول حرفين من اسمه المتبرع، اول حرفين من ايميله، ومحطوط كله. فهون احنا غطينا شو الشيء اللي عم يجينا، فالناس ما بقى تقول انه الله اعلم قديش عم يجيهم، لا تمام هذا كل شيء عم يجينا، هذا أول فصار خطوة. فهون صارت الناس تقول هو شوفوا قديش عم يجي. هو زادت ال بصراحة أنا يعني فكري لملف الشفافية أوسع من الموجود بمراحل، يعني أنا بدي لسه نكون شفافين لأبعد الحدود، بس بصراحة يعني الشفافية هي سيف ذو حدين، بس ما لنا زعلان يعني أنا على هذا الموضوع. لهلا نحن مصرحين بشكل كامل، هلا نيجي لمرحلة الصرف واللي هي المرحلة الأصعب، واللي هي اللي يعني أوكي عرفنا إنه جاكم مليون دولار وين رحتوا فيهم؟ هاي اللي بدي أسألك عليها. في عنا نوعين من الصرف. النوع الأول مراقب من الحالة نفسها، يوم ننشر لكفالة يتيم ولا لطالب جامعي ولا لحالة طبية ولا لحالة إنسانية، فنحن أصلاً التبرعات اللي بتجي على الحالة ما بس مراقبة من كل الناس، مراقبة من صاحب الحالة نفسه. يعني بعض الحالات نحن بنجمع لها مثلاً على الموقع 500 دولار، بيكون منهم 10 دولار عمولة، تمام؟ فهو لازم نسلم الحالة 490، فلما نروح نسلم الحالة بقول له كيف عم تسلمني 490؟ أنا إجاني 500. يعني بيعرف المحتاج قديش وصلوا، ما هو له صفحة على الموقع تبعنا، تمام؟ نعم. فنحن لهالدرجة يعني مساءلين من قبل الحالة نفسها، اوكي؟ فبالتالي نحن بنقول له انه ليك شوف ترى هي على الموقع في عمولة تحويل، وبتعرف المصاري بتجي على بنكنا بألمانيا، يعني بنكون واضحين معه، لأنه هو بيشتكي يعني ما بس لأنه بخاف يكون مضحوك عليه، أو بيشتكي لنا بيقول لنا إنه بركي المتطوع اللي سلمني أو المكتب اللي سلمني هو اللي سارق، فإحنا لا بنفهم الناس على هي النقطة. فهون يعني مثل خلينا نقول في مراقبة علينا من قبل الحالة نفسها. المرحلة الثانية اللي هي ما مراقبة من الحالة هي الحملات، واللي هي أكثر شيء بيجيها تبرعات بصراحة. الحملات ما في حدا يعني في مبلغ مجموع ومبلغ عم يتوزع على كثير، على مخيمات، على مدن بكاملة يعني. فهذا أول مشاريع الحملات والمشاريع. فنحن بنحاول نوثق قدر الإمكان. يعني يوم اللي نجمع تبرع مثلا لاحد المخيمات، مثل اخر مخيم جمعنا له تبرعات هو مخيم المنيا بطرابلس اللي صار فيه حريق. جمع مبلغ اكثر من المحتاج يعني. فهن عددهم 95 عائله، اجاهم تقريبا يعني بتذكر انا على الحمله تقريبا بين 300 و 400,000 دولار. نحن قلنا وصرحنا قدام كل الناس نحن مستحيل نوزع هذا المبلغ على عدد معين من العوائل هيك، وما فينا نعطي كاش للعائلات، نحن بدنا نعوضهم بكل شيء خسروه ونجيب لهم كل شيء خسروه بس جديد. يعني حتى مثلا كان عندهم خيمه استاجر لهم بيت لمده سنه ولا سنتين ولا كذا. فهون الناس بتقول انه وين رحتوا بقيه المصاري؟ وهذا الشيء حق الناس انه تسال. فنحن طلعنا بيان انه احنا يا جماعه الخير في المنطقه نفسها عدد من المخيمات محتاجه، وعم نوزع 1 2 3. فالتوثيق بيكون
لازم يكون التوثيق على قدر التبرعات الوارده. يعني مثلا احنا جمعنا مليون دولار للشلتر او قسم المأوى، عمرنا مثلا 472 بيت مع تجهيز بنيه تحتيه كامل مع شراء ارض. يعني اذا احنا عم نحكي عن كتكلفه، اي شخص واعي بيقول قديش تكلفه البيت مع الارض مع كذا، هل المبلغ متساوي ولا لا؟ بالاضافه ان احنا بنقدم بشكل دوري لكل الدول اللي احنا مرخصين فيها بياناتنا الماليه، طبعا مراقبين من وزاره الداخليه بتركيا ووزاره الماليه او الخزانه، وبالاضافه لترخيصنا بالمانيا اللي هو بحاجه لاوديت كل سنه تقريبا. حتى المزودين الخدمه او مزودين خدمه التبرع اللي هن باي بال وسترايب او حتى فيسبوك، احنا بيطالبونا دائما بورقيات لها علاقه بالتوثيق ومواضيع الارهاب وما الى ذلك. فنحن ما بس مراقبين من الناس، لا، احنا مراقبين من كثير جهات ثانيه، وبنسعى بشكل دائم انه نكون شفافين لابعد حد. يعني ما عندنا اي مشكله بانه نحن كل بياناتنا تكون متاحه للكل، بحيث انه هذا الشيء ما يضرنا كمان مثل ما حكيت بالبدايه. نعم. طيب عاطف، خليني هلا كتير الحكي اللي حكيته حلو، طبعا اي حدا فينا بيفكر فيه، كلنا بنعرف انه المنظمات يلي مسجله باوروبا هي منظمات مثل ما انت قلت فيها اوديت، فيها محاسب قانوني بيراقب. اوكي، طيب منجي هلا على قصة انت قلت انه بنوثق من كذا، انتوا لما عم تجوا كمان كفريق ملهم متطوعي عم توثقوا، في وجوه اشخاص عم تظهر صح؟ في أطفال وجوها عم تظهر، عم كمان عم يجيكم انتقادات بالمقابل. صحيح. إنه ما بيصير أنتوا تطلعوا وجوه الأطفال هي عم تأخذ العيدية مثلاً، هذا الفيديو اللي أخذ انتشار كبير. صحيح. ما بيصير أنت عم تعطي مساعدة لهذا الشخص تطلع وشه، كمان هي أخلاقياً هذا. بس أنتوا طبعاً أنتوا كفريق استمريتوا بنفس الموضوع، يعني أنتوا ما وقفتوا هاي الحالة. ليش مصرين؟ هي هل لها علاقة بالشفافية المالية وكسب الثقة اللي كنت عم تحكي عنها؟ لا أبدا. بالنسبة لهذا الموضوع كمان نرجع للرقم واحد بالحديث اللي هو طريقة تعاملنا مع المنظمات الخيرية وثقافتنا تجاه هذا الموضوع، اللي هي أول شيء نحن كبداية لازم نعترف أنه نحن ما عندنا خبرة كبيرة بهذا الموضوع. رقم اثنين، لما نحن عم نحكي انه هل لازم تظهر الوجوه ولا لا، ترى انا من سنه كنت بلبنان، يعني هلا تذكرت القصه، شفت لافتات طرقيه مكتوب عليها SOS وجنبها صوره شاب او صبيه دائما تتكرر. يعني استنتجت عن الموضوع، طلعت هدول الاطفال SOS هن يعني مثل يعني بيربوا الايتام، يعني بدور الايتام الاطفال، فعم يحكوا كيف هدول كبروا صاروا دكاتره وعم يشرحوا عنهم. يعني رحت على WFP، رحت على اليونيسيف على صفحاتهم يعني، وهيك إحنا نعرف وموجود بكل مواقع العالمية المنظمات الخيرية بكل، يعني هذا الشيء متاح وقانوني وطبيعي جدا 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 في حال لم يعترض المستفيد. يعني إحنا في عنا كثير حالات بيصادفونا بنسألهم ممكن نصور، بيقولون لا، بيقولون ما في أي مشكلة، ترى بالنسبة للتصوير ممكن ناخذ هاي الصوره، نورجيهم صوره ثانيه، يديروا وش المستفيد، نصوره من وراء او نصور الفوكس يكون على علبه الدواء. فيكم تفوتوا على صفحتنا على صفحه الحالات او الايتام، اغلب الصور مغبشه. تمام، هي رقم واحد. فبيكون في توقيع ل نسيت شو اسم الفورم، بس انه شيء بيثبت انه انا موقع ادناه، صفحه كامله يعني مكتوب فيها كل التعليمات، طلب معين انه انا ما بمانع ابدا انه تنتشر صورتي، في انه الشخص يوقع عليها او لا. وممنوع منعا باتا بفريقنا انه يرفضوا حاله لانه الشخصيه رفضت تتصور. ترى في كثير فيديوهات نحن بنشرح، اما بنغبش على الوجوه او بنكون سائلين. يعني اخر فيديو انتشر لنا لحجي سألناه كتلة سكنية، الأم رفضت تتصور فما طلعنا الأم إطلاقا. كان الحجي قال أنا ما عندي مشكلة والله يجزيكم الخير، قال طب إذا في إحراج كذا. هلأ هاي بالنسبة لهذا الموضوع، أنه دائما بيكون في موافقة. بالنسبة للأطفال، يعني غالبا الآباء والأمهات بس نوزع العيدية بيبعتونا على الصفحة أنه الله يجزيكم الخير، هاي ابني وهاي العيدية هلأ إجي على البيت والله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية. ترى بكل بساطة أي شخص يعني حتى لو كان فيديو العيدية جايب مليونين مشاهدة، ويكتب عندنا شخص أنه أنت صورتوا ابني بدون إذني أو أنا ما برضى بهذا الشيء، ترى بنحسب بعد 3 ثواني وما صار معنا هذا الشيء. إلا اللهم الناس اللي بتحكي
يعني احنا ما صادفنا 8 سنين او 9 سنين نشتغل، ما حدا قال لنا احذف صورتي. وامبارح كنت عم فكر بصراحه انه احنا في حالات ساعدناها وصورناها، بخاف يكون الطفل كبير او صح. او مثلا الام مثلا كانت ارمله وصارت هلا تزوجت او شيء، فكنت بدي اعمل مثل فورم انه ننشره انه ترى الحالات تأمنت، واي شخص في له صوره قديمه على موقعنا او على الفيسبوك نحن ما عندنا اي مشكله انه نحذفها. فقدم طلب انه احذفوا لي هاي الصوره لو سمحتوا، صوره ابني كبير ولا بنتي ولا ولا ولا، ونحن يعني ما رح نستفاد من وجوده اصلا. لانه اصلا تمت مساعدته، وهذا الهدف الرئيسي من الموضوع. فاي فكره امبارح خطرت لي قلت كيف ممكن ننفذها يعني. ممكن حدا لك طيب هدول الناس لا حول ولا قوة، الحاجة شو بيقولوا بتخليهم يقول لك ايه أخي صورني. صحيح صح؟ صحيح أكيد يعني. هذا الشيء نحن كمجتمع ما لنا يعني ما متعودين أبدا بصراحة. أغلب الناس اللي أنا بقابلهم هم من أهل عز، عندهم أراضي زيتون، عندهم أراضي فستق، وعندهم أراضي تين. الكروم دائما بذكروها، عندهم بيوت ما منطق شقق ضمن البنايات، ان عندهم بيوت كل واحد عنده بيته لحاله بالمزرعه تبعه يعني او بالارض تبعه، ما لهم متعودين هيك. وحتى لما بنشوف صور الدبليو اف في ولا اليونيسيف ولا اي منظمه من منظمات الامم المتحده او منظمه عالميه، بنشوف ان ناشرين مثلا صور لناس فقراء بافريقيا وما شابه، يعني الصور ما غريبه علينا سواء على التلفزيون تنتشر ولا باي مكان، بس انه كسوري محتاج هي يعني بتأثر بنفس أي شخص سوري وما بيريد أنه يظهر أي سوري محتاج. هذا الحكي احنا موافقين عليه ومقدرينه، بس حجم الكارثة لا يقل عن حجم أي كارثة موجودة بإفريقيا ولا بأي دولة محتاجة. تمام. فنحن ما عم ننشر أنه مبسوطين، لا والله، ترى في فرق كتير كبير بين لما يكون الطفل بحاجة لعملية قلب مفتوح خلال 24 ساعة ولازمه 2500 دولار. نعم. ما منفكر بنشر الصورة، ولا الأب والأم بيكونوا مفكرين بنشر الصورة أصلاً، لأنه في شيء أولوية. نعم. الإحساس يعني موضوع الكرامة أنا ما بدي أقول بنشال على جنب بشكل كامل، بس إنه في أولوية للموضوع. فهذا هو مربط الفرس، إنه نحن ما عم ننشر كرمال نحن نشوف حالنا ولا رياء ولا انه والله رجع بالنا ننزل البني ادم، لا ابدا، ترى بس او شوفوني الصورة. يعني انا يعني وهذا يبدو عم ينعكس، يعني انا كمان يبدو عم ينعكس هذا الشعور تبعكم. طبعا انا ما مو دفاع، بس كمان لازم واحد يحكي الحق. انا هون يعني عم بعمل مقابله كصحفيه، بس انا كمان بشوف انه فريق ملهم التطوعي هو الاكثر شهره، يعني معناتها هي الإحساس اللي أنتوا عم تتعاملوا فيه مع الناس عم يصل للمتلقين، للمتبرعين، للسوريين. طبعاً لا شك أنه في منتقدين وهيك، بس كمان الفنانين السوريين مثلاً كتير دعموا فريق ملهم تطوعي، في كتير منهم دعمكم. صحيح. بالنسبة لنا يعني أغلبية فريق ملهم كشباب وصبايا لما يدخلوا عند العيلة فعلاً بصيروا جزء منا. يعني أنا طالع راجع من المخيم هلا وأكل سندويشتين دبس فليفلة وبندورة. ترى أحلى قلبي من العسل والله. يعني الآخر أم جميل، في عنا خالة أم جميل اللي سلمناها بيت من فترة بقرية ملهم اللي هي أحفادها أيتام. أحفادها عمرهم 7 سنين 8 سنين وعندها ولد عمره 12 سنة. فلما كنا قاعدين عندها من 10 سنين ما حدا زارنا، هيك قالت كلمة يعني ما حدا بيجي لعند أحفادي، ما حدا بيسأل عنهم، انه انتوا اجيتوا اكلتوا عنا، هن ما مصدقين انه في حدا اول مره حدا بيجي بياكل عندهم. يعني احنا اكلنا من المحشي نحن، بس انه هي اصرت علينا شوي كمان. الفكره انه احنا ما ندخل على العيله خلص، يعني بتصير الحاله كانه شخص من عائلتنا يعني. فهن بيقولوا لنا شو رايكم تصور ولا يعني انه نتصور ولا لا، هن بيصيروا بيشاركونا الراي. فإحنا شو بنقول؟ ترى والله الحالة مستعجلة، ممكن لما نصور يعني حتى لو من جنب تتأمن بسرعة، وإحنا هذا هدفنا يعني. تمام؟ طبعاً. التفاعل الشخصي يعني أكيد التفاعل لما يكون في رؤية للحالة ولا في صورة ولا فيديو، إذا الفيديو أحسن. تمام؟ أو حتى التسجيل صوتي على فكرة ممكن يأثر يعني. بس طبعاً فهذا الشيء
طبعا الفيديو لما بيكون ناس تتفاعل، ترى في كثير ناس بتبرعوا لنا لاسباب يمكن ما بتخطر على بال اي حدا. مثلا راح اقول لك هلا عن موقف، لما نذكر اسم الطفل بيرتبط هذا الموضوع باسم بنت ممكن تكون عند المتبرع، بنته اسمها نفس الاسم. او لما ننشر صوره تكون والله بتشبه بنتي، بيقول لي والله ترى شفت الصوره بتشبه بنتي، او بحس بولاده يعني، بحس كأب تماما. طبعا كثير كثير تبرعات تجينا والله لانه على اسم بنتي انا حابب اتكفل هالحاله، بقول له والله تأمنت، بيزعل. عرفتي؟ ايه والله يعني في ناس بصير في حتى اليتيم، لما يصير في تواصل بين اليتيم والكفيل بصير هذا الشيء هذا لحاله كمان بدي اسالك اياه، بصير تواصل بين اليتيم والكفيل؟ طبعا. وكل عيد ميلاد الطفل بيبعث له فوق الكفاله مبلغ زياده ليعملوا له حفله للشباب والصبايا، بروحوا حفله عيد ميلاد نظاميه. يعني امبارح كان في حفله عيد ميلاد، كل يوم في حفله عيد ميلاد لانه 2000 طفل يتيم، فتحكم انه كل يوم في حفله لطفل، وبيعملوا له عيد ميلاد وبيزينوا له البيت. وحتى الكفيل بيسالوا شو يعني، مثلا جاب لك بسكليت ولا كذا ولا كذا. هذا التواصل، انه يحس الطفل انه في حدا دائما عم بيسال عنه، عم بيسال عن دراسته، وبقت القرطاسيه بيجيب له شنطه ودفاتر. هذا الشيء بيعمل جسر بين الناس، بين الكفيل واليتيم. يعني حتى بيعمل ثقه كمان، هاي الثقه اللي كنا عم نحكي عليها. تماما. يعني كمان وقت التسليم يعني بتاكد انه استلمته هالشهر ما استلمته. هذا كمان الشيء ما بترى الشفافيه ما بتفيد بس المتبرع ولا الناس، بتفيدنا نحن كمان. طبعا نحن ما انا ما عم بوزع بايدي كل المصاري، احنا عم نتعامل مع متطوعين، عم نتعامل مع محلات صرافه، عم نتعامل مع مزودين خدمه كمان كتازيه، ولا لما نحكي عن محل ببيع ادوات غذائيه. فنحن لما يتاكد الكفيل هذا الشيء كمان يعني مثل انه زياده اختبار لنا، يعني تحقق، يضيف هذا الشيء تحقق للفريق. طبعا. طيب عاطف، نانو اخر سؤال، ما بدي اخرك اكثر، نحن انا وانت عم نسجل المساء هلا. بالفترة الأخيرة فريق ملهم التطوعي قام ببناء 500 وحدة سكنية للنازحين بشمال حلب. خليني هون أسألك سؤال هيك شوي خطر عبالي، إنه هل عمل المنظمات الإغاثية أصبح متعلق ببناء وحدات سكنية والأعمار؟ لأنه هيك خطوة تندرج ضمن تنظيم إعمار قادم. يعني لما أنت بتحط كرفان مو مثل لما بتعمر، صح؟ صحيح. هلأ بالنسبة لفريق منهام، يعني ما حكينا بالبداية أنه هو اللي بيميزه عن باقي المنظمات أنه هو بيجمع تبرعات بشكل فردي أو بشكل من الأفراد، وبالتالي هو غير تابع لأي جهة سياسية أو لأي شيء سياسي، أو حتى يعني ما في أي أجندة مرتبطة بفريق منهم تطوع. استخدام جزء من التبرعات بيكون قادم من متبرعين بيعطونا الصلاحية الكاملة للتصرف في الأموال وفق نظرتنا. يعني هذا الشيء ناتج عن الثقة اللي عمرها سنين. نحن لما بلشنا بهاي القصة بلشنا بتحويل الخيمة لبس جدران بلوك. يعني ما عمرنا نحن بيوت ممكن تكون دائمة للناس، بحيث أنها تترك، هي الخوف بالتغيير الديموغرافي أنه تترك أراضيها وتبقى ساكنة هون في حال كان في إمكانية للعودة لمدن المقرة. صح؟ يعني التغيير الديموغرافي بصير أنه لما الناس تعصى هون. أنا حكيت أنه معظم الناس اللي موجودة هون نحن أعطيناهم كتلة 32 متر 8 ب4 متر بسقف سيمنت بورد سماكته يمكن 1 أو 2 سنتي. أنا واثق أنه لو انه بس بخف القصف ما بتوقف عن قراهم لرجعوا كلهم. ما في شخص في العالم بيرضى يسكن بهيك بيت 32 متر اللي هو حجم غرفه من غرفهم بالضيعه، وبترك الضيعه والارض والشجر اللي عنده والاملاك والارزاق وبيجي بيسكن بغرفه او غرفتين. هي الشغله الاولى. الشغله الثانيه، السبب الثاني، انه تحت حجه أو من وراء حاجة التغيير الديموغرافي إحنا نخلي الناس ساكنة بخيم ولا بكرفانات لا تصلح للسكن، وما نعمر لها بس شيء قويها بالصيف من حر الصيف أو يحميها من حر الصيف والبرد الشتوية، ويخلي كل سنة طوف الخيمة بنفس المنظر ونرجع تكرر الأخطاء ونضل نعطيهم حلول مؤقتة عشان كل سنة نرجع ننصدم من الطوفان اللي عم بيصير. هذا الشيء ما إنه منطقي أبدا، حتى لو كان
الفترة اللي بدي يقعدوها شهر. ما في بني آدم على وجه الكرة الأرضية بيكون مسافر لمدة أسبوع إلا بيحجز بأحسن فندق أو بيروح بيقعد بمكان كويس، لأنه من غير المنطقي العيشة بلا حمام ولا بلا تواليت خاص. يعني وجود الحمامات العامة لكل 1000 عيلة 10 كتل حمامات، هذا شيء غير منطقي يعني. فبالتالي كرامة البني آدم أهم من أي تغيير ديموغرافي على وجه الكرة الأرضية. كرامة امرأة بتقضي حاجتها، ولا هي يعني كانت عايشة بنت عز وعندهم أراضي وعندهم بيوت وأملاك، ليش كرمال تحت حجة تغيير ديموغرافي أنه أنت لازم تعيشي بالطين وبالوحل وما يكون عندك خصوصية ويعرف كل المخيم أنه أنت لك تروحي على الحمام ولا شو يعني. ما فهمت أنا شو هالثقافة اللي لازم نحن نكون متبعينها. لا، نحن يوم تحت من شروط العقد بيننا وبين المستفيد، في حال تم تحرير بلدتك تاني يوم بتكون مفضل الكتلة، لأنه هي وقف للناس المحتاجة اللي ما عندها مكان تتقوى فيه. فبالتالي إحنا أبداً ما منريد نغير ديموغرافيا ولا عنا هي السياسة، ولولا هيك ما كنا كتبنا بالعقد واشترطنا على المستفيد إنه يرجع في حال إن شاء الله تحررت القرية تبعه. شكرا كتير عاطف نعنوع، ويعطيكم العافية، عن جد عم تقوموا بعمل جبار، ومثل ما قلت يعني عم ترسموا بسمة، عم تعطوا أمل للعالم يلي شردت من بيوتها من أراضيها. شكرا جزيلا، والله يقويكم، وهيك إن شاء الله بتضلوا عم تساعدوا هالعالم، والله يخلصنا يعني من هالأزمة كمان من هالكارثة مثل ما قلت، مشان كمان يعني كل الناس مثل ما قلت بترجع بيوتها. مثل ما قلت كلمة مهمة، لو بخف القصف مو بيتوقف، حتى ما في حدا ما بيرجع. اي والله، اي والله كلهم يعني اول كلمة لما نسألهم شو محتاجين انتو بقولوا رجعونا على أراضينا، وان شاء الله ما بنحتاج، بالعكس نحن نعطي ونقدم كمان إن شاء الله. شكرا عاطف نعنوع مدير فريق ملهم التطوعي، شكرا لك. العفو، أهلا يا علم، مع السلامة. كنتوا ببرنامج حكي سوري، البرنامج اللي بتسمعوه من إذاعة روزانا السورية. ضيفي لليوم كان مدير فريق ملهم التطوعي عاطف نعنو. بدي أقول مثل ما بقول دائما، الله يحمي سوريا ويحمي كل السوريين وين ما كانوا. كنت معكم أنا لينا شواف من وراء المايك، تزورونا الأسبوع الجاي بنفس التوقيت. باي باي. حكي سوري، حكي سوري.